يحز في نفسي ان هذه الحرفه مثلا انا نمشي وتمشي معايا وما نلقنهاش لواحد اخر. عندي الصباط وهادو باش كيشدوا الشعر. المعلم مصطفى كنتواجدوا الان في حي البليده منطقه الليدونه. اييه شوارع. شوارع. انت من بين الصناع اللي كيتسموا مالين المشتركه اللي ولاو قلائل في مدينه فاس. نعم. هي بالفعل لان هذه الحرفه هذه العرسي تعتبر من الحرف المنقرضه، هذه ما نذكرش عليها لان كاين تقريبا هنا فاس ثلاثه ديال الصناعيه، كاين الاب والابن ديالو وعقب لهم. قلت انا هي بالنسبه لفاس او نقولوا على الصعيد الوطني، لان دابا هذه صبحات في خبر كان، لكن اللي الاهم والجميل في هذه الصناعه ديال القرن ماشي هي المشطه، ماشي هي مثلا هذه الاكسسوار اللي كنشوفوا هذه المسائل. الاهم في القرن كما كتشوف هذا هو القرن كما كنقولوا حنايا بويض او مازال عرفتي خام. هذا القرن هذا عطاه الله سبحانه وتعالى للحيوانات، ماشي مثلا للدفاع عن النفس، لان شحال كيقول لك الحيوان عطاه الله القرن للدفاع عن النفس، لا هو له فيها مآرب اخرى. مثلا كنقول لك حنايا الثور مثلا الى الشكا مثلا من الودن ديالو ولا الالم ديال العين ولا ديال الحلق ولا واش من غادي يقول اديني الدكتور اديني البيطري؟ لا، الله سبحانه وتعالى عطاه واحد المجموعه ديال المواد كتفرز مباشره وكتحافظوا على الصحه ديال الراس ديالو وديال الحركه الدمويه. وكما وهاد المواد هذيك كما قال لنا واحد الدكتور، لان كنصوب لواحد المجموعه ديال الادوات من ضمنها هاد الاداه هذيك غواشا، هذيك غواشا ديال المساج. هاد الاسم ديال الغواشا هو مصطلح اسيوي لكن اصبح عالمي، لان اصطلح على واحد المجموعه ديال الادوات ديال المساج. هذه كانت كتصوب واحد النوع ديال البيار سميتو لوجاد. دابا ولاو كيصوبوه من القرن، علاش؟ لان الماده اللي كاينه في لوجاد كاينه في القرن زائد واحد المجموعه ديال المواد. الله يجعل ربي يسهل عليه. وهاد المواد هذه كما نقل لي الدكتور الكيراتين طبيعي الله سبحانه وتعالى، زائد واحد الماده كتخلي الحركه ديال الدم كتحرك كل مقص حنا الجلد او الفروه ديال الراس مثلا بالمشطه مزيان. ثالثا ماده ضد البكتيريا وماده ضد واحد المجموعه ديال بحال كنقولوا حنا القمال صيبان قشره الى اخر ذلك. هاد المواد هذه ما كاينه حتى في شي نبته طبيعيه باستثناء القرن ديال الحيوانات كيف ما بغى يكون. قرن ديال الثور، قرن ديال الخروف، قرن ديال 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 الحيوانات كاع ككل في هاد المجموعه ديال المواد الطبيعيه كما قلنا. وفي الدول الاوروبيه الدول الاسكندنافيه البارده كيقبطوا لي كورن ديال جميع الحيوانات وكيطحنوهم غبره بودر. كما قلنا هاد البودر هذه او هاد الغبره هذه ملي كيطحنوها ملي كيطحنوا القرن اي جميع القرون بشتى الانواع ديالها كيطحنوهم كيرجعوهم بودر وكيديروهم اونغري. كتسخن التربه وقبيله قلنا راسي فيها ماده ضد البكتيريا، كيطعن منتوج خالي من البكتيريا طبيعيا ومردود هائل كيعطيه، لان علاش فيه واحد المواد كتخلي عرفتي النبته كتنمو بسرعه وكتعطي مردود مزيان وجيد وصحي. كيما هاد العمليه كتصرى مثلا على النباتات راه عرفتي كتصرى حتى على الزغبه ديال الشعر، لان في الغرب اوروبا كيقول لك لا كورنس دي ميلور ديال لي شوفل. اولا كيرطبو وكيقويه وكيقوي الراسين ديال الزغبه في الجلده ديال الشعر، وكينقيها وكيخليها صافيه وكتقوى باذن الله. وهنايا عندنا هاد البودر هادي حنا كيستعملوها الناس ديال كما كنقولوا حنايا الناس ديال الدين وكذا اللي مازال كيكتبوا مثلا بالقصبه كيستعملوها كحبر. حبر كيخلطوها مع واحد الماده وكذا وكتحرق وكيستعملوها حبر في الكتابه ديالهم الفقهيه. انا درت ثوره لان كنت انا خدمت واحد المجموعه ديال الحرف وهذه المجموعه ديال الحرف وضفتها كلها في لاكور بحال بيجو تخي بحال مثلا خدمت النقش على الدبس النقش على الخشب، هادشي كله انا وضفته في لاكور.
عطا واحد الحله جديده وانيقه ومزيونه ومقبوله. هذا هو، لان مني انه صحي ومزيان وفيه المواد الطبيعيه، علاش ما نحاولوش ما امكن ان نبدعوا ونعطيو حويجه جميله هكا، لا في النظره ولا في الاستعمال ولا في كل شيء. لان كاين الطلعم لاكورن، كاين الخواسم، خواسم جوده عاليه، راه اول واحد استغفر الله العلي العظيم كيصنعهم من لاكورن. هي هذه دابا خدمه ديال كما كنقولوا حنا ديال الذهبيه. كاين لي براسلي، هما دور، كاين هادو، كاين هاد الشكل هذا، هاد مثلا براسلي. كاين مع الطوانق، طب كلو ديال الطوانق. وكاين خلاص هاد المشطه دابا خدات، عطيتها انا هذا اشكال وكذا، تولت مثلا المشطه جميله انيقه وفي نفس الوقت انها صحيه. الدولة مسكينه العفسي ماده يديها، نعم ماده يديها، هي ما راه حتى شي طلب مثلا ديال شي حرفه مثلا الانسان تقدم بها ان العفسي من الحرف المنقرضه او سواء من اي حرفه. هي كل انسان حرفي صناعي ماهر فنان، علاش الدولة العرسية مساعداتها أن العرسية يجيها حرفي صناعي؟ راه أولا كيشرفها وكيشرف حتى البلاد. نعم سي مصطفى، دابا بغينا دابا نتسبق الله والدومين، راه عارف شحال من الناس يكونوا باقيين في هذا المشطة اللي كان تسعة في المشطة دي على على الصعيد الوطني، لأن المشطة ديال القرن نلقاو فيها ثلاثة الناس تقريبا أو أربعة، الأب والابن ديالو، وكاين على ما كنظن واحد في باب القيسة، وعاد ولا نقول أنا ما نكرهش مثلا العرسي نكون مؤطر ونعلم شي مجموعه هكا ديال الوليدات، لان انا كيحز في نفسي ان هذه الحرفه مثلا انا نمشي وتمشي معايا وما نلقنهاش لروح لاخر. ماشي لان هي حرفه كما كنقولوا حنا مصور على قد الحال، لكن كيبقى الانسان كنقولوا واحد المثل، هذا الجيل هذا ماشي رافض ما يتعلمش، ما باغي كل شيء سريع، يدير اي حاجه سريعه، المستقبل ديالو سريع، يبني هذه سريعه، الدار سريعه، الطوموبيل سريعه، وهذا الشيء راه ما كاينش. هي الشاب كيبقى كيحلم كيحلم كيتمنى كيتصارع، هو هي صراع في الخاوي، او لا مثلا هي تفق المخو، وراه كيتالم وكيمرض وفي التالي ما نعرفش. اللهم الانسان كما كنقولوا حنا صناعيه اقدام وكذا، قناعات وكنزلفنا حنا كنرضاو، لا الرضا، لان مثلا انا كان يكتب لي الله مثلا مليار راه غيجيب لي الله في هذه الحرفه. علاش؟ لان حنا هكا مسلمين وعندنا واحد المسلمه دينيه بان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، سواء هنا ولا في اي مجال. سي مصطفى كنشكرك بزاف، ونبغي نسمي بها فاس نيوز، يعرفوا ان سي مصطفى تبارك الله واحد الاوتور ديال فاس، يعني هو تبارك الله رائد في مجال صناعه التقليديه النشاطي، وفي نفس الوقت احد كبار اعضاء جمعيه تجار درجات الناريه والعاديه. شكرا، الله يحفظكم ويجيك. لا لا، انسان عشيق، وهنا وهذا ان دل على شيء كيدل على انك انسان تبارك الله اكتيف لا اله الا الله، لان حتى الانسان العرسي عنده روح وحياه العرسي كذا، والدم كيسري الا ويتاكتف مع الوقت وكذا، ويحلم مع جميع، ويشوف شي حوايج اللي هي مثلا في الصالح ديالو وفي الصالح ديال كما كنقولوا ديال الناس المجتمع. لا اله الا الله، شكرا. الحمد لله كاين شي حوايج اللي هي مخبعه خصها تبان وخصها هكا تتحرك، وإلا ما حركتوهاش انتوما شكون اللي يحركها؟ مكاينش اللي يحركها، انتوما العرسي راه اداه من الادوات ديال اللي كما كنقولوا حنا ديال ايصال المعلومه وديال ايصال واحد الحويجه اللي كتكون مخبعه او شبه ميته بحال دابا منقرضه او كذا، سبحان من يحيي العظام وهي رميمه، تحيوها وتبينوها في واحد الحله للانسان، اي تعريف بالشيء اللي هو يكون غابر. شكرا جزيلا. مرحبا.